اللي بيحصل في فلسطين دلوقتي هو ethnic cleansing، هو تطهير عرقي. طيب اقول لك، ممكن اقول لك الهيستوري بتاع ده، هو مش دلوقتي، هو من زمان. غزه يا حرام طلع عينها من ايام 1799، ده من قبل الحرب العالميه الاولى. نابليون خارابارت لما دخل هناك كان برضه عايز ينشئ دوله ما كانش اسمها اسرائيل، مش عارف اسمها اسرائيل. هو كان بيحب اليهود قوي، كان عايز يعمل لهم مكان في فلسطين، يعني حد مننا فينا يسيطر على الجو اللي هنا. خد على عينه والدك، بس اتبنى الفكره بتاعته دي كذا واحد، منهم ثيودور هرتل. هو كان اوستريو هنغريان بوليتيكال اكتيفيست ورايتر وجورناليست، فاخدها وكتب كتابه، على الصهيونيه. اكشلي كتب كتابه وقال انا مرجح نعمل الفكره دي في فلسطين برضو، او الارجنتين او مجر او حاجه رابعه مش فاكر ايه. اوستريا هنغري دي زمان كانت مملكه موناركي بتجمع بين سلافيك نيشنز اللي هم شرق اوروبا، اللي هم سلوفيكيا والتشيك واوكرانيا والجزء ده كله كتير قوي، واوستريا وهنغري، عشان كده اسمها اوستريا هنغري. ها، واكيد مش محتاج اقول لك ان هرتزل كان يهودي. الا يهودي وصهيوني فشخ، لدرجه ان هو اسمه ده فاذر اوف مودرن زاينزم. هو اصلا ده فراح لعيله اسمها روثشايلد، ان هم اصلا يهود برضو. يا سبحان الله، يا ده ايه ده ايه ده. فكلمه واحد اسمه بارون ادموند، اسمه كتير قوي، روثشايلد، مش عارف اسمه ايه، ابو عبد السلام روثشايلد، مش عارف. بارون ادموند ده من عمالقه الصهيونيه، اسمه لا ينسى. والتاني ده عملاق وده فاذر، عشان كده هرتزل كتب كتاب وطلع شواذ. يا نقبه الخطوبه. فادمن وهرتزل قال لك نعمل ايه؟ فادمن قال لك انا اعرف ريل استيت ايجنت جامد قوي اسمه ويليام او ارثر ارتس بلفور. المهم يعني راحوا له في يو كي، هم كان العيله كان هنا. المهم يعني قال لك بس انا عندي مكان حلو قوي ان اسكن في اليهود، موقع استراتيجي وببلاش، وثلاث دقايق من اوروبا ودقيقتين من امريكا، في قلب الوطن العربي كده، من افريقيا كده، من اسيا، حلو جدا. نسطر الكلام، يلا اشحن يا ابني اليهود يا ابني. حصل النقبه، قال لك بقى ايه، النهر والدنيا شكلها بتبوظ. فيوكي قال لك احنا هنمشي بقى يا الله بقى. سلم الكلام ده اليو ان، اليو ان قال لك خلاص ند اسرائيل اكتر من فلسطين. من 1700 بتتفشخ الحرق دمي. خلينا اقول الكلام ده كله، ان الناس بتقعد تقول يا ابني بقى اراضيهم يا ابني، هو كده بيتنط عليهم، هو هتديني الارض وخلاص، اهو يا ابني هاخدها بالغصب. زي الفيديو اللي طلع من كام سنه بتاع ايام الشيخ جراح، احد قال لها if I'm not gonna steal it someone else is gonna steal it، فانا كده كده ياخدها اي حد تاني ياخدها. فالملخص المفيد اللي بيحصل دلوقتي زي اللي بيحصل طول عمر زمان، ethnic cleansing، تطهير عرقي، من اول ما اتبعت دير ياسين، ومن قبلها، من قبل الحرب العالميه الاولى، وبعدين الايام دي الشيخ جراح لما هدم البيوت الايام دي بيقتلوا اطفال. هم عايزين يقتلوا الناس وياخدوا البلد،